بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مساكم الله بخير وحياكم الله معنا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الملعب. في كل حلقة من حلقات البرنامج نستعرض وياكم آخر المستجدات الرياضية من خلال إذن الأحداث والمستجدات التي تحدث في كل يوم. هذا اليوم شهد أربع مباريات اختتمت فيها الجولة العاشرة من دوري عبد اللطيف جبيل. كما يسعدنا أعزائي المشاهدين الكرام استقبال مشاركاتكم من خلال هاشتاج البرنامج برنامج أندرسكور الملعب. زودونا أعطونا ما عندكم معلومات وأراء وتعليقات حول كل ما دار من مستجد رياضي حدث هذا اليوم. خلونا احنا وياكم نستغل كل دقيقة في البرنامج، خصوصا أحداث اليوم الكروية فيما يتعلق بمباريات كانت كثيرة. خلونا نستغل إذن كل دقيقة ونبدأ وياكم مباشرة بالعناوين. الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويقفز للمركز الثالث. بهدفين الهلال يتخطى نجران ويبتعد وحيدا بالصدارة. الفتح يوقف توهج التعاون والخليج يخطف نقاط الفيصلي. وجماهير الأهلي غير راضية على الفريق بعد لقاء هجر. حياكم الله مرة أخرى أعزائي المشاهدين الكرام، معنا في حلقة هذا اليوم راح يكون معنا في أسرة الإعداد رئيس التحرير زميل عبد الزناجي، وفي الإعداد عبد الرحمن الناصر، عبد الملك الحسيني، طلال الفرج ومشعل الدوسري. أسعد أن يكون معي أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة هذا المساء اللاعب الدولي السابق الكابتن فهد الكلثم ويزيد. مساك الله بخير وحياك الله معنا في حلقة هذا اليوم. مساك الله بالخير، مساء الخير مشاهدين. إن شاء الله عقب المباريات هذه اللي شفناها نقدم حلقات تليق إن شاء الله بالمشاهد الكريم. بمشيئة الله هذا ننتظره منك وترقبه وهذا اللي عودتنا عليه. كذلك يسعدنا أعزائي المشاهدين الكرام أن يكون معنا في الخط الآخر من الهاتف وفي استديوهات القنوات الرياضية من جدة بعد قليل الناقد والإعلامي الزميل وائل النجار. خلونا نبدأ وياكم إذن أعزائي المشاهدين مباشرة في أحداث مباريات اليوم الساخنة على دوري لطيف عبد اللطيف جميل في جولة العاشرة. فقد اختتمت إذن المباريات هذا اليوم بإقامة أربعة مباريات نستعرضها احنا وياكم بشكل متواتر. فقد بدأت إذن مباريات هذا اليوم عند الساعة تقريبا 5:30 بمباراة جمعت ما بين المستضيف فريق الفتح بضيفه التعاون. المباراة اللي بعدها كانت الساعة 5:45 وجمعت ما بين فريق الفيصلي والخليج. تمكن فريق الخليج من الفوز بنتيجة 2-1. طبعا الفتح تغلب على التعاون بنتيجة 1-0. المباراة الثالثة بعد صلاة العشاء بالساعة 8 الهلال استطاع أن يفوز على فريق نجران بهدفين مقابل لا شيء. والمباراة اللي انتهت قبل تقريبا ساعة بنفس التوقيت مباراة الهلال ونجران، مباراة إذن الأخيرة جمعت بين الاتحاد والشباب واستطاع فريق الاتحادي أن يتغلب على فريق نجران بهدفين لهدف واحد. بعد المباريات اللي حصلت اليوم نستعرض وياكم كذلك أعزائي المشاهدين ترتيب الفرق بنهاية إذن الجولة العاشرة. فما زال فريق الهلال يتصدر السلم الترتيب العام لدوري عبد اللطيف جميل بالمرتبة الأول معه 24 نقطة، يليه فريق الأهلي وملاحق مباشر لفريق الهلال بفارق 3 نقاط مع 21 نقطة. بمعنى أي خطأ أي زلة الفريق الأهلي جاهز إلى أنه يستحل المرتبة الأولى. الفريق الثالث وبالمرتبة الثالثة الاتحاد معه 17 نقطة، الرابع التعاون برغم الخسارة اليوم فإن بالمرتبة 15 نفس النقاط 15 يشترك فيها فريق الشباب خامسا والخليج سادسا، بينما 14 نقطة لفريق النصر. سابعا الفتح الثامن مع 13 نقطة والفيصلي التاسع مع 10 نقاط، الوحدة عاشرا 8 نقاط وسبع نقاط للرائد، القادسية المرتبة 12 مع 6 نقاط، نجران قبل الأخير المرتبة 13 مع 5 نقاط، والأخير هجر مع نقطتين بإذن الترتيب 14. كذلك فيما يتعلق بسلم ترتيب للهدافين في نهاية هذه الجولة تقريبا لم يتغير.
حاول إدواردو الهلال يزاحم ريفاس المتصدر، ولكن في النهاية استطاع ريفاس على أنه يحافظ على موقعه، إذن بتسعة نقاط الأول، يليه إدواردو الهلال البرازيلي مع ثمانية نقاط، عمر السومة سبعة أهداف بالمرتبة الثالثة، بول إيفولو من التعاون مع خمسة أهداف، نفس عدد الأهداف يزاحمها أدريان ميرفيزيسكي لاعب النصر، وإلتون جوزيه معه كذلك خمسة أهداف، محمد الصيعري من هجر أربعة أهداف، نفس عدد الأهداف لحمد السهلاوي وإسلام سراج وخفير بابلو من فريق الفيصل، وكذلك عبد المجيد الرويلي أربعة أهداف، علي عواجي مع ثلاثة أهداف، ونفس عدد الترتيب مع نايف موسى، ناصر الشمراني، فهد الجهني، إلتون الميدا، رافينا ثلاثة أهداف، والمرتبة الأخيرة بهدفين محمد البريك، خالد الزيلعي وفهد المولد. خلونا نطلع وياكم أعزائي المشاهدين لمشاهدة ملخص عن مباراة أجريت هذا اليوم وجمعت ما بين فريق الاتحاد والشباب، وجي مباراة هذا اليوم كلها شهدت الكثير من الأحداث وشهدت تغيير نقول طفيف على سلم الترتيب العام، راح نتحدث فيه بشكل مفصل بعد قليل من شاء الله. إذا أول مباراة راح نشاهدها احنا وياكم ملخصها هي المباراة التي جمعت ما بين فريق الاتحاد والشباب. يقود هذا اللقاء تهيأت هذه خطيرة للشباب، تهيأت عبد الوهاب جعفر محاولة تصويبه، الله الله سجل الشباب ليوث العاصمة. لول بعيدة شوي، سان مارتن ما راح يلعبها مباشرة، البحث مباشرة عن الرؤوس، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، الله الله الجزاء أمام الأنظار، أمام الأنظار ريفاس، الله الله يا عادل عبد الرحمن، أبدا وضعها على اليسار ريفاس، مهاجم مثل هذا المولد وأنت لاعب كبير يعني، هذه محاولة فيها هبطة، فيها بطاقة على سان، لحظة حكم المباراة يقول ارجع 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 البطاقة الحمراء عند بطاقة صفراء سان مارتن، الآن يمضي قدما إلى النقطة رقم 17، جماهير العميد، جماهير النمور هي من أهدت الانتصار، أقولها بالمختصر في هذا اللقاء، ألف مبروك للاتحاد. طبعا مثل ما قلنا قبل شوي في الترتيب العام للفريقين، الاتحاد قفز الى المرتبه الثالثه مع 17 نقطه، والشباب بقي المرتبه الخامسه مع 15 نقطه. وبيزيد ابدا معك، مباراه كيف شفتها؟ الشباب والاتحاد كلهم عينين في راس بالنسبه لي، شرفت باللعب في الفريقين، توقعت مباراه تعادل وكان ممكن يريحني التعادل. الله 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 الله، مباراة لاعب دولي ولاعب سابق من الشباب وريحك الاتحاد كان ممكن يعني حياد اعلامي، لا 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 مو حياد، انا قلت لك كلهم عينين في راس، مع انه ما يخدم التعادل ما يخدمهم، لكن امانه يعني مباراه فيها حماس، فيها قبل ما تعدل النقطه هذه وضحها لي اكثر، كيف تقول التعادل كنت تتمناه وانت لاعب شباب سابق ومعروف على تاريخ وشاركت في الاتحاد سنتين يعني، عشان كذا اقول لك كلهم احبهم، وان كان بدايتي من صغري في الشباب، فهد الكلثم بالشباب الشباب، لكن قلت لك انا توقعت اتعادل، بعد الخساره تمنيت اتعادل، يعني خساره ولا تعادل يعني انا الصح، ما كنت اتمنى الخساره. عموما كان في حماس بس فنيا فقيره بامانه، هذا للاسف في مباريات تكون كلاسيكو كثير او ديربي ما ترتقي للظن او للتوقع اللي احنا ننتظره كجمهور، لكن في النهايه زي ما قلت حماس، جمهور فريقي يقلب النتيجه، فهد المولد يجري في كل ارجاء الملعب، التفاعل الجماهيري، استمتعنا قلت لك بالحماس، لكن كان الاتحاد يعني يبحث اكيد
ايضا الشباب، الاتحاد قادم او جاي من تعادل مع الخليج اللي هو كان مهزوم بسبعه من الهلال، الشباب جاي من هزيمه، يعني ما ادري ايش اللي يحصل للشباب امانه. انا تكلمت الاسبوع السابق انه الوضع الشباب بالشكل اللي انا قاعد اشوفه، يعني طبعا يلعب هو ما يلعب على الدوري، واضح انه ما يلعب الدوري ابدا. ايضا لما نرجع قبل ثلاثة او اربعة شهور او خمسة شهور، فريق يبني، نتكلم عن الهلال، النصر، اتحاد، الاهلي، يبحث عن انه يلعب على البطولة، فريق يبيع افضل لاعب عنده، انت هنا لا تبحث عن البطولة، يجب انك انت اذا كنت فريق بطل وقوي تستقطب النجوم، تبحث عن الاسماء اللي ترتقي بالفريق وتعين الفريق وتدعم الفريق على المنافسة، انك انت افضل مهاجم عندك في الفريق تفرط فيه. أنا وأنا شاهد، هل يعقل بإمكان الشباب أن يجلب لاعب أفضل من نايف؟ للأسف الفنسو، معقولة تبيع هزازي وتحضر الفنسو؟ إذن وأنا أقول لك الشباب لا يلعب على الدوري، هذا اللي قلت لك، أنا لا أعلم ماذا يحدث للشباب، أتمنى تتاح الفرصة لأكثر من اسم عشان أنت تبنيهم للمستقبل، لأنك أنت بالشكل اللي أنا شفته في مباراة الهلال ومباراة اليوم واضح انه يعني مدرب ما يلام بامانه، لان هذه الادوات، هذه الامكانيات المتوفره للفريق الشبابي. تكلم عن فريق اتحادي، حماس، كلمتك تحت الهواء رفاز، واكيد كثير يعرف رفاز لاعب يمتلك امكانيات عاليه، واضح كهداف، ليس لديه وسط بامانه، لا يمتلك اتحاد وسط، وسط ممكن يدافع، ممكن يقطع كوره، لكن كتصنع هجمه صعبه. اليوم فهد المولد بالنشاط، وانت تكلمت على الهواء انه لعبوا اليوم على نفس اسلوب اللي يحبه، بحث عن مساحات كانت موجوده، لما تلعب وتعطيه مساحه انه يجري فيها، هنا يتغلب عليك، لانه يبدو انه اسرع لاعب في السعوديه تقريبا. انت المفروض كانت تقفل عليه، كان اكثر واحد، حتى شفت العسيري بعد هدف الشباب كان يكلم وقدرتها له وتسجل له، انه بعد الهدف كان يكلم زملائه، يعني شدوا حيلكم نستطيع ان نعود، وفعلا استطاع ان يعود. الشباب الاتحاد يعني ما احنا عارفين، مره يعطيك امام الهلال يعطيك، اليوم امام الشباب اقصد نتائج ولا المستوى الفني، لا نتكلم نتائج، انت مستوى فني نازل، يعني مستوى فني عادي جدا، اقل من عادي، لانك لا تمتلك اسماء تشيل الفريق الموجود، انت لازل تبحث في عندك فريقين يلعبون على الدوري الان، واضح الاهلي والهلال، هذول الفريقين يلعبون. انا من بدايه قلت في بدايه الجولات في ثلاث فرق، كنت يعني استفهام على الفرق اللي هو كان النصر، مع ان النصر شوفها الحين السابع، لكن متوقع حيكون الثالث او الثاني ربما، لانه يمتلك الادوات. هنا لما نتكلم على الشباب لا يمتلك ادوات، تفرط في افضل نجومك ومن ثم تبحث عن الفوز على الفرق الضعيفه جدا، وما تستطيع ان تواجه الفرق القويه. خسرت من الاتحاد والهلال، تعادلت مع الاهلي، هنا الفرق المنافسه المباشره ما تستطيع تجاوزها. اذا هذا الوضع، اتمنى وانا اصبر على الشباب، ادعم الشباب، ان شاء الله اني اشوف الشباب في مباراه الهلال، قلت ان شاء الله مباراه الاتحاد اشوفها افضل من السابق، ما في يعني، واضح انه اللاعب الشبابي اذا حصل عليه ضغط يستسلم، واضح يعني، انت كنت متقدم وما انت قادر يعني على الاقل تحافظ على هدف باي طريقه. مرات اشوف الشباب كانه تايه، ما في عمل، لكن اقول القى عذر الشباب او المدرب، هذا اللي عندك، هذه المجموعه العب فيها، شكل طريقتك على هذه الادوات. بهذه المجموعه الموجوده لا، ننتظر الشباب، اعيدها وكررها كثير، ننتظر الشباب. الاتحاد ايضا فاز اليوم، مبروك، يستاهل، حظ سيء او غير موفق للشباب في مباراتين، ولكن الفريقين خارج المنافسه، يعني طيب يلعبون لكن واضح بعيد عن البطوله. طيب خلينا نستضيف كذلك اذا ضيفنا الاخر من جده، الاعلامي والناقد الرياضي وائل النجار. استاذ وائل مساك الله خير، حياك الله معنا في حلقه هذا المساء، المباراه كيف شفتها؟ رحب فيك زميلي علي والكابتن فهد. طبعا مباراه فنيا ما ارتقت للمستوى المامول يعني من فريقين كبيرين الاتحاد والشباب، خصوصا الشوط الاول يعني كان ممل يعني لكل المتابعين. اعتقد انه الاتحاد في الشوط الثاني وخصوصا بعد ما سجل الشباب الهدف بحماس جماهيره استطاعت انها تقلب الكفه وبثت روح الحماس اللاعبينها. اليوم الاتحاد يعني هو استمرار يعني لاداء الفريق، الفريق لا يقدم اداء المقنع لجماهيره، لكن استطاع يعني الاهم الخروج في نتيجه المباراه. الكل شاهد حقيقة
انه يعني عطاء اللاعبين لم يكن بالمستوى المأمول، كذلك الفريق الشبابي. يعني حقيقة علامة استفهام على أداء الشباب والاتحاد يعني منذ بداية الموسم. أي نعم هناك حصد لنقاط في بعض المباريات، لكن بالمجمل الفريقين لا يقدمون الأداء المأمول منهم. الكل كان متوقع أنه اليوم مباراة كلاسيكو بين فريقين كبيرين أنها تظهر بالمستوى اللائق، لكن أنا أتفق مع الكابتن فهد أنه يعني حماس كان ظاهر على الفريقين، خصوصا بعد تسجيل الشباب الهدف كان في حماس من الفريق الاتحادي. أعتقد نقطة التحول في الفريق الاتحادي ليس فقط دخول مختار فلاتة، لكن أعتقد هو الأداء الكبير اللي قدمه الكابتن فهد المولد، واستمرار حقيقة يعتبر هو اللاعب الأبرز في الاتحاد منذ بداية الموسم. يعني برغم أن هناك بعض الأصوات أو بعض الانتقادات التي يعني بنشاهدها عن فهد، لكن حقيقة هو العلامة الفارقة في فريق الاتحاد. استطاع يعني بمجهوداته بسرعته خلخل الدفاع الشباب. أعتقد أنه بهذه الخبرة، يعني مو بخبرة فهد، بحيوية فهد حقيقة استطاع في نهاية المباراة الحصول على ضربة جزاء استثمرها ريفاس. نقول مبروك للفريق الاتحادي رغم أنه الأداء لم يكن مقنع، ويعني ولم يكن هو المأمول لدى جماهير نادي الاتحاد، اللي ما زالت هي العلامة البارزة في هذا النادي أن هي واقفة مع ناديها بشكل كبير حتى في أصعب الظروف، واستطاعت أنها يعني تبث الحماس للاعبينها واستطاعوا قلب النتيجة وكسب المباراة. نقول مبروك لنادي الاتحاد وهارد لك الفريق الشباب. وإلى الآن أنت تشيد فهد المولد مو فقط في المباراة هذه، تشيد فيه تقول أنت من بداية الموسم، وفهد المولد مثل ما أنت تفضلت قبل شوي في كثير فعلا من الأصوات كانت تندد باللاعب هذا وتقول اللاعب هذا بالعكس هذا مو قاعد يفيد الفريق. اللي حاصل عند فهد المولد ايش هو بالضبط؟ توظيف، عمليه توظيف ما وجد المدرب اللي وظفه بشكل كويس، ولا وش اللي حاصل؟ ليش فهد او ان فهد المولد شوي طالع فوق شوي نازل؟ يعني فهد لاعب ما زال لاعب صغير، يعني لاعب صغير يعني يحتاج زي ما قلت انت انه يحتاج بعض يعني بعض اللمسات الفنيه من المدربين. لاعب يملك السرعه، يملك الامكانيات، يعني في روح المقاتله داخل ارض الملعب، حتى لو فقد الكره بيرجع ياخذها ثاني مره، بيحاول يقدم اكثر من المطلوب منه داخل الملعب. يعني بكل امانه يعني بعض اللي بيطالبوا مثلا انه فهد يتم ابعاده عن التشكيله الاساسيه واعادته لدكه البدلاء، هو لا يشهد يعني احصائيه، يعني بحكم انه مثلا قريب من نادي الاتحاد تقريبا 95% من ضربات الجزاء اللي حصل عليها نادي الاتحاد طيله هذا الموسم سبب فيها فهد المولد. يعني هذا دليل انه اللاعب بيقدم كل ما يملك يعني للفريق، بيقدم اكثر ما عنده. اي نعم هناك يعني في بعض الاخطاء، في بعض النواقص بديهي، لاعب يعتبر لاعب يعني 22 سنه الان او 21 سنه، لابد انه يعني ممكن ضريبه فهد انه في هذا السن اعتبر هو احد ابرز يعني مفاتيح لعب نادي الاتحاد. لابد ان هناك يكون مثلا هناك بعض العناصر المحليه اللي تدعم بجوار فهد، لابد ان هناك يكون العنصر الاجنبي في نادي الاتحاد بشكل اللي يصنع الفارق في النادي. انا ما اعتقد انه حتى الاجانب في نادي الاتحاد بيشكلوا الفارق باستثناء ريفاس، ريفاس هداف، لكن اذا لم يجد صناعه اللعب الحقيقيه سيختفي ريفاس. فعشان كده احنا بنقول فهد هو اليوم ابرز لاعب في نادي الاتحاد بكل امانه وبشهاده الجميع من محللين ونقاد دائما بتابعهم يعني اثناء المباريات، الكل بيشيد باداء فهد. يعني هي مش مجرد تكهنات او شيء، يمكن كابتن فهد الكلثم عندك لاعب سابق وعارف، يعني فهد بكل امانه بقوله ممكن كلمه تكون كبيره عليه، فهد هو شايل الفريق الاتحادي في الفتره الاخيره. يعني بيقدم كل ما لديه في الملعب، بيحقق يعني ضربات جزاء للفريق، خلخلة دفاع المنافسين. أي نعم هناك بعض العيوب والنواقص مثل كثير من اللاعبين، لكن الظاهر أنه فهد يتطور مرحلة مرحلة. يعني وقت ما وجد المدرب سواء في الاتحاد أو في المنتخب اللي يستطيع تغيير بعض السلبيات في فهد، أعتقد حيكون أحد أبرز نجوم المملكة. هو حاليا كذلك، لكن هناك بعض الامور اتوقع من فهد انه سيعمل على اصلاحها في المستقبل. انت ما دامك حتى جبت انه قضيته فعلا المدرب وحتى على مستوى المنتخب، يعني انا اذكر كان اظنه لوبيز وظفه توظيف المناسب امام مباراه وديه قدام الارجنتين، وكان الارجنتين وقت ما جت المباراه لعبت عندي هنا، وكان من اهم النجوم اللي شاركين مع فريق الارجنتين اللي هو ميسي، وتعادلنا احنا وياهم 0-0. العلامه الفارقه في ذيك المباراه انا ما انساها الى الان كان فهد المولد. نرجع لقضيه توظيف اللاعب فهد المولد، ان كان فقط هو او في اي فريق اخر، يعني توظيف اللاعبين، يعني حسن راهب مثلا بختار لك، لا خلي حسن راهب بختار لك او اي لاعب ثاني. التوظيف، ابي التوظيف نايف هزازي وعندك فهد المولد. اتفق ان اتفق احنا انه ما شاء الله لاعب سريع،
مرات مو مرات كثير مدربين يبني خطة على اثنين أو ثلاثة لاعبين والجميع يعمل لصالح الفريق، بس هنا لاعبين لهم عمل خاص لأنه لديهم فروقات عن بعض الزملاء في داخل الفريق. أنا فهد حتى مع المنتخب في كذا مباراة أشعر أنه ما حد يعني مو قادر أو مو موظف زي ما قلت، مو مستغل الأشياء الإمكانيات اللي تفرق عن بعض الزملاء. اوكي عنده اخطاء، عنده اخطاء كثيره زين، حتى مرات كثير هو يخطي مع نفسه يعني زين، لانه يبغى يصنع، يبغى يسوي، يبغى يشتغل، يبغى زي اليوم شوفه يبغى يشيل الفريق، يبغى يتجاوز الشباب يفوز باي شكل. هنا اقول ليه ما في مدربين، انا ما ادري ماني قريب عنده، هل لا ما استخدم فهد في نواقص كثير؟ انا ما ادري ايش يصير داخل التمرين، لكن قدامنا واضح انه عنده امكانيات اني انا اقدر استغلها في كثير. حتى لعيبه الوسط لما يلعب مع لاعبين خبره، يجب كنت مره في احد مباريات المنتخب اتكلم او تحليل اقول ليش سعود كريري لاعب نجم، ليش ما يستغل فهد يتكلم معه داخل الفريق، استخدم سرعته، اقدر العب على الفريق الخصم، خاصه لما تلعب ضد فرق ما يعرفون فهد. شوف اليوم الشباب لما اعطاه مساحات لعب فيها. اتذكر الكابتن الشيحان كان نوعيه فهد، بس يفرق عن فهد عنده المهاره العاليه الشيحان. يتحكم بالكوره، كان الشيحان اذا تقفل عليه ينتهي خلاص ما يلعب، لانه عنده المساحات. نلعب ضد فرق اليابان والفرق الاسيويه ما كانوا يعرفونه، استغليت انت لانه سريع، لما كنت تلعب ضد فرق تقفل عليه يضيع. هذا فهد. ايضا نايف الهزازي كنت اتكلم كثير حتى مع المنتخب، ليه ما نستفيد من لاعب يجيب ضربات الراس؟ لانه ممكن ينهي لك المباراه، ومثلت داخل المباراه بالكابتن الافضل اللي يلعب راس في السعوديه. عشان كذا استغرب نجم بقيمه هذا اشغل له اثنين اظهره. وانا اقول ممكن ان شاء الله، طبعا لاعب الهلال الظهير اليمين طبعا اكيد ان شاء الله حيكون في المنتخب، ضمه كان مصاب، هذا اكثر لاعب يستفيد منه ان شاء الله. من نايف كلهم، بس الان لان اوفراته اهداف سجل، ونايف هزازي صنع له ثلاث اساس كذا، لما يجي مدرب يستغل خلاص انا العب عندي واحد ينهي. وتكلمت ايضا عن النصر، ليش حاطه في البدلاء؟ ليش ما تستفيد منه المدرب سابق الذكر اللي انهى النصر اللي ابعد من المنافسه؟ كنت اقول وكنت معك الظاهر لما قلت لك بالمدرب هذا لن ينافس وانت استغربت. اي كنت اقول استغل اخر شيء المدرب نافارو، فيصل بتركي متحسف انه روح الحين لعب نافارو المباراه الاخيره اللي سجل فيها، لعب هو السهلاوي وسجل هاتريك او نقول هدفين. اذا في اللاعبين يجب انك انت تستفيد، تستضيف يبدو لي افضل من الامكانيات الموجوده. فهد مولد واللي اكتشف حتى كذلك فهد مولد محمد نور كان يدز لك افضل واحد يعزز الفهد المولد، يدز لك كور من فوق المفترض. واللاعب ما شاء الله ما يوفر بالكور هذه. مختار فلاتة والنجار، مختار فلاتة اليوم هل هو دائما حبيس دكة الاحتياط؟ ايش سالفة وائل؟ معليش وائل عشان بختم الكلام عندك استاذ وائل، معليش انا مسجلها عندي، اكثر من مدرب ما يعطونه فرصة مهاريا او امكانيات او تحرك خارج 18. لا انا اسميه صندوق، وهو نازل قلت بيسجل، بس ما ادري متى. قلت اكيد ما تنتهي المباراه الا مسجل كم نتيجه من اول كوره. سبحان الله استغربت ليش هذا اللاعب اذا هو يسجل اهداف بغض النظر. قلت لك يمكن مدربين بعض المدربين ترى اذا شافك في التمرين ما تتحرك، وشفت مو شفت ما له داعي نذكر اسماء، كان نقاش انه بعض اللاعبين يزعجك في الملعب اداء فني في التمرين، في المباراة ما تحصله. بعض اللاعبين ما يعطيك في التمرين بس في المباراة شكل ثاني. بعض المدربين يحاسب او يعطي اللاعب إمكانية او مشاركة من خلال التمرين، هذه انا ما احبها. انا اتحاسب مع اللاعب لما يعطيني في المباراة اكثر. ممكن مختار يسجل اهداف بس يكون سيء او ما يعطي في التمرين، ويمكن يحاسبون على كذا، لكن انا ارى المختار يجب في الوضع الراهن للاتحاد انه يكون لاعب اساسي، حتى تشوف اذا ما يسجل ولا يسجل. لاعب هداف المفروض تستغله في داخل ال 18. معليش استاذ وائل. لا بالعكس، قضيه انه الفكره ما تنقطع وهي متصله. نفس القضيه وائل مختار الان، اذا قلنا فعلا كذلك هو في التمارين حاضر، الملعب حاضر من اول كوره جول. شوف يعني مختار فلاتة منذ قدوم النادي الاتحاد، كثير من الجماهير يعني بحكم متابعتي مثلا مواقع التواصل الكل بيشيد بهذا اللاعب في موسم، يعني مو الموسم الماضي، اللي قبله سجل تقريبا في جميع يعني مشاركاته مع نادي الاتحاد في جميع المسابقات تقريبا اكثر من 30 هدف. هذه نسبة يعني ما تسجلت في تاريخ نادي الاتحاد يمكن الا يعني حمزة ادريس. يا
يعني مختار هداف من طينة اللاعبين الهدافين يعني داخل 18. أي نعم لا يملك المهارة خارج 18 أو صناعة اللعب، لكن لاعب مقاتل داخل 18 يمتلك ميزة ممكن قلة تلقاها يعني في المهاجمين المحليين، يعني لاعب يعرف يجيب ضربة جزاء، يعني أكثر يعني مختار فلاته ممكن في أي لمسة في 18 يعرف يعني بتمويه يعني بطريقة ما يسبب لك ضربة جزاء، لاعب هداف. لكن مشكلة مختار منذ أن كان في الشباب، يعني لاعب ممكن لما نحضر في نادي مثلا يكون أمامه مثلا لاعب أجنبي محترف، يعرف احنا عندنا عقدة المحترفين أنه لازم هو اللي يلعب حتى على اللاعب المحلي. لكن مختار يعني الكل كان متأكد، وفي نقطة يعني الكل كان متأكد فيها في مباراة اليوم، مختار لو نزل حيسجل لأنه متخصص في فريق الشباب، يعني منذ حضوره للاتحاد أي مباراة يقابل فيها الشباب مختار فلات يسجل هدف. يعني هل هي يعني مثلا انتقام بخروجه من نادي الشباب؟ وده طبعا نادي الشباب ببقى. نادي كبير ونادي جماهيري ولا أحد يختلف على هذا الأمر، لكن مختار عنده يعني تحدي مع النفس في مباريات الشباب تحديدا. أكثر أهداف مختار منذ قدوم الاتحاد سجلها يعني في نادي الشباب. طيب. أتمنى أن تكون هذه المباراة هي بداية عودة مختار، يعني أتمنى حتى من مدربين الاتحاد، يعني الطريقة خلاص أنك تلعب بمهاجم واحد يعني أصبحت طريقة عقيمة. طيب. أنت عندك ريفاس، تواجد مختار فلاتة جنبه في المباراة، مو شرط أنه مثلا يكون كل المباريات تلعب بنفس الطريقة بمهاجم واحد. طيب. اليوم طريقة 4-4-2 فرقت في طريق يعني في لعب نادي الاتحاد، استطاع أنه يمسك كورة، استطاع أنه يهدد مرمى الشباب أكثر من مرة، استطاع أنه كسب المباراة في النهاية. طيب. مختار لاعب على مدربين وقت ما وجد الفرصة. وأنا ودي أدخل معك كذلك الأكبر أخوي علي أنه صناعة اللعب واصل، انه صناعه اللعب يعني كثير من اللاعبين يعني المهاجمين حقيقه يفتقدوا صانع اللعب الحقيقي سواء اللاعب المحلي او اللاعب الاجنبي. يعني انت تتفق هنا مع كابتن فهد الكلتم انه خط الوسط فعلا شبه متعطل، اعتقد انه اللاعب سيبرز متعطل، شبه متعطل في فريق الاتحاد. المدرب انت ما عرجت عليه قبل شوي وعرجت كذلك على اللاعبين الاجانب، وحابين يمكن نختتم محورنا هذا عن مباراه الاتحاد والشباب عن اللاعبين الاجانب، لكن قبل المدرب عادل عبد الرحمن قبل ما نخوض عن قضية كذلك الفرصة اللي تأخذ على حساب اللاعب المدرب الوطني وتعطى اللاعب ولو أنه عربي وعلى عين والرأس، لكن كذلك على حساب المدرب السعودي والمحلي اللي كان ممكن كذلك يستفاد منه. عبد الرحمن كان في نادي الشباب قبل ما يجي الفار، والآن بعد تغيير فريق الاتحاد عادل عبد الرحمن يستلم الدفة ولو نقول مثلا مؤقتا. عادل عبد الرحمن بعد نهاية مباراة اليوم هل تتصور أنه ممكن فريق الاتحاد يواصل معه أقل شيء لنهاية الموسم؟ لا. ليش؟ لأنه في توجه أساسا أنه عادل عبد الرحمن مدرب مؤقت إلى حين اختيار المدرب البديل. يعني هناك يعني أسماء طرحت من ضمنها يعني بشكل كبير عودة بيتوركا، إنه بالرغم أنه هناك يعني خلافات حول عودة هذا المدرب، لكن أنت كمدرب يعني سواء كان مدرب عربي أو حتى مدرب وطني، مشكلتنا إحنا غالبية اللي بنتعامل معهم في الأندية الكبيرة تحديدا هم مدربين طوارئ. يعني احنا دائما بنشاهد مدرب مثلا يكون مدرب لفئات السنيه سواء شباب او اولمبي، وقت ما قلت انت مدرب الفريق الاول تحضر هذا المدرب يعمل كذا يعني كذا مباراه كمدرب مؤقت الى حين التعاقد مع مدرب اجنبي. الكل شاهد اخوي بس يعني نتائجهم طيبه، هذا المدرب الطوارئ نتائجهم طيبه، عمرو انور شبيه بالحاله الحاليه الكابتن عادل عبد الرحمن. يعني عمرو انور يعني لعب مع الاتحاد تقريبا 7 مباريات كسب 6 مباريات، ومن ثم حضر بيتوركا واستمر إلى نهاية الموسم. اليوم عادل عبد الرحمن مباراتين، أو مباراة الخليج ما اعتبرها يعني محك لعادل عبد الرحمن لأنه ما استلم الفريق إلا قبل 48 ساعة من المباراة. اليوم يعني ما بقول ظهرت بصماته، الفريق الاتحادي ما زال يعاني فنيا، لكن أنت كمدرب أو يعني حتى اللاعبين إذا أنت عارف أنه هذا مدرب مؤقت مباراتين ثلاثة ما راح تقدم اللي عندك أساسا. صحيح. سواء المدرب ما راح يقدم كل اللي يعني عنده عشان يظهر، لكن احنا هذه مشكلتنا في الانديه الكبيره تحديدا المدربين. طيب. العرب او المدربين الوطنيين هم مدربين طوال، هذا قدرهم في الانديه الكبيره للاسف. وبيزيد تفضل عشان الشباب واختم لي الشباب. قضيه الشباب. الاجانب اجانب فريق الاتحاد انا طبيعه الشباب يعني بدايه الموسم وانت تتابع الفريق او تشوف الفريق وتقدر تقرا ايش ممكن يقدم في البعض مثلا يقول لك او واضح انه هو جاي يلعب ياخذ يلعب على البطوله، وفي بعض الفرق تلعب على الوسط وفي فرق طبعا تحاول انها لا تهبط. انا اشوف الشباب واشوف الوسط مثلا اليوم نتكلم الخيبري ورافينها ورسم مندي وخير الله، كان قبل انا كان معلق امال بعد الله على احمد عطيف والحشان اللي انت سالتني في حلقه هل هو كلهم اربطه الله يقومهم بالعافيه، قلت لي هل انه ممكن ما يقدم شيء، قلت لك لا ننتظر. اصيب وكان هو صانع لعب وتعاقد مع النادي كصانع لعب. ما احمد عطيف رافينها كان ممكن، احمد عطيف
أصيب الآن أنا ما أدري، يعني واضح أنه لما قلت لك اتحاد ما في دعم للمهاجم، الشباب ما في مهاجم ولا في وسط، يعني مشكلتين على الأقل الاتحاد فيه ممكن. عشان طيب كذا أنا أتكلم، لا أنا أتكلم، لا تهمش موسى الشمري، أنا أتكلم موسى الشمري لا على عيني وراسي، على عيني وراسي، بس موسى هذه مع نجران، هي نجران يبدو لها موسى ماضي فرص تتاح، كان يحقق أفضل أهداف في الدوري. أنا, أنا, أنا أقول فرص تتاح لك لما تتكلم، إذن عطني وقت. ترى احنا نتكلم دائم افولو الحين مدرب لاعب التعاون هداف، ممكن لو يكون في الهلال او في النصر او في الاهلي او الاتحاد او الشباب ما يعطي زي ما يعطي في التعاون، لان كل فريق له اهداف، له عليه ضغط جماهيري، له متطلبات معينه في لعب على اسيا. انا يعني قلتن ما اقدر يعني، ما النصر ابعد في الفتح مبدع، لكن النصر غير الفتح. ايش فكر النصر، وش يبغى النصر، وش الضغط اللي على النصر، عشان كذا ممكن ما ينجح مع فرق كبيره. عشان كذا اقول لك ارجع للشباب بعد ما اصيب عطيف، انا خفت وهذا الواقع حين اتضح. انا ما اتكلم، انا تكلمت اخترت اثنين، ما تكلمت عن المواطنين او المحليين، تكلمت عن المحترفين. الموسى اعطي فرصه المباراه السابقه، اضاع هجمه، اليوم كان متواجد، لكن انت لسه ثاني مباراه ثالث مباراه يبغالك تنتظره، اذا هذا خله خارج، انت تنتظر الشباب اللي قدام. انا اتكلم على انك انت ما انت قاعد تصلح او ترقع او تعدل في الفريق. انا اتمنى من اللاعبين الخبره الاسطى معاذ يتكلمون مع المدرب، لانكم انتم في الفريق فنيا اكثر حتى من الاداريين، انك انت تشوف حلول. ما عندك وسط. اذا انت بتلعب الخيبري مبدع انك انت كلاعب ساتر، بس الى متى انا قاعد زي قلت لك في الهلال بيروح الخيبري، ربما يكمل عبرتهم المصايب، يعني ولا كيف؟ يعني هذه مشكله، انت قاعد تنتظر قدام الهلال عشان يسجل فيك هدف اليوم، يعني ما ادري. عشان كذا اقول ارجع واختم الشباب بالوضع هذا، اتمنى من الاخوان الحبايب في الاداره انه لازم انك طبعا عندك الفتره الجايه انك انت تستغل الفرصه انك انت فعلا تغير اللاعبين، اعيدها واكررها. الوضع اللي امامنا وضع الشباب يحتاجون يعاني جدا. اتمنى ان شاء الله التوفيق، طيب. اتمنى التوفيق، اتمنى ان شاء الله نشوف الشباب بصوره في كل المباراه الجايه، اكيد الشباب حيكون بشكل مختلف لانه المنافس غير، ما راح يكون اتحاد ولا الاهلي ولا النصر ولا الهلال، مع احترامي للشباب لكن هذا الواقع يجب ان تحترمه وتعدل، لانك انت لما تعترف ان عندك خطا وتقصير انك حتنجح، لكن لا تكابر وتقول انا بنافس، لا، انت امام الشباب امام الهلال اتضح انك انت لا تستطيع ان تنافس. طيب اتمنى التوفيق اذا لفريق الشباب، ونتمنى كذلك التوفيق لفريق الاتحاد، وكلاهما احد الاعمده الرئيسيه في منافسه دوري عبد اللطيف الجميل، وكذلك اتمنى التوفيق لبقيه الفرق في دوري عبد اللطيف الجميل. المباراه الاخرى التي اقيمت هذا اليوم وجمعت ما بين فريق الهلال وفريق نجران، استطاع فريق الهلال ان يكسب هذه المباراه بنتيجه 2-0. نطلع وياكم لمشاهده ملخص المباراه، بعدها نعود للتعليق. المساعد اول، المساعد ثاني، عبد الله الاحمري. بسم الله الرحمن الرحيم، ضربه البدايه، تحيه لمحدثكم احمد خالد النفيسة في هذه المباراه بين الهلال المتصدر. التون ادواردو او التون الميدان عائد، هذه الكره ملعوبه الان، ادواردو خاطف الكرات العرضيه الهلاليه، في هدف اخر يسرقها ادواردو. اذا كانت لنجران مباراة أقيمت في نجران وأدار هذا الحكم وانتهت بفوز الفيصلي 1-0. كرة ملعوبة الآن، تأتي سالم، فرصة جول 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 جول. الخاطف إدواردو شبح الهلال اللي يهدد فيه الخصوم، شبح ما تدري من وين يطلع لك. انتهت الدقيقتين، نلعب على صافرة الحكم الآن، واللي يطلقها الآن عبد الرحمن الشهري درجة أولى. إذا مشاهدينا بعد نتيجة المباراة هذا اليوم، الهلال حافظ على إذن ترتيبه في رأس سلم الترتيب العام، بإذا مثل ما قلنا قبل شوي 24 نقطة، نجران نفس مكانه 5 نقاط قبل الأخير. والنجار أسمع منك مباراة كيف شفتها اليوم؟ شوف يعني النتيجة متوقعة، يعني عطفا على فارق الامكانيات بين الفريقين، يعني شوف الهلال واضح انه استراتيجيته واضحه منذ بدايه الموسم،
يعني جميع الإمكانيات متوفرة لهذا الفريق، يعني باستثناء خروجه من دوري أبطال آسيا، يعني كان غياب ديغاو كان له تأثير حقيقة على الفريق الهلالي، لكن أفضل فريق في المملكة يملك عناصر يعني أساسيين وبدلاء، يعني أي لاعب يغيب في الفريق الهلالي تجد البديل بنفس المستوى، لا تشعر بغيابات. الكل شاهد مباراة الهلال والتعاون في كأس ولي العهد رغم يعني إراحة دونيس لعدد من لاعبين الهلال، لكن اللي كانوا موجودين لم يشعروك يعني بغياب العناصر الأساسية. هذا دليل أن الفريق يعني استراتيجية واضحة، المنافسة على أكثر من جهة في هذا الموسم. الفريق الآن الكل بيشاهد الأداء اللي بيقدمه جميع لاعبين الفريق. الهلال أعتقد حتى مباراة اليوم كسبها بقل مجهود لاعبين الفريق، الكل عارف أنه قبل كذا يوم قابل فريق التعاون واستطاع الفوز والتأهل للدور ثمن النهائي في دوري أبطال أو الدور الربع النهائي في كأس ولي العهد. الهلال الآن المحك الحقيقي واللي هو الابتعاد بصدارة الدوري ستكون مباراة الخميس المقبل، هي القمة المنتظر أمام الفريق الأهلاوي. صحيح. المنافسة الحقيقية على لقب الدوري ما بين هذين الفريقين. إن كانت الكفة ترجح الفريق الهلالي لعدة عوامل، الاستقرار الفني، عاملي الأرض والجمهور اللي سيكون فيها الفريق الهلالي، لكن الكل يعني متأكد من قبل مباراة الهلال ونجران فارق الإمكانيات واضح للفريق الهلالي. أعتقد أنه الفوز بأقل مجهود هو اللي خرج به الهلال واللي كان يبحث عنه. الكل شاهد بعد يعني تقدم الهلال بهدفين الفريق يعني هدى رتم المباراة، كان تناقل الكرة يعني خشية إصابات. الكل عارف أنه المباراة المقبلة مباراة كبيرة ومباراة مصيرية للفريق في يعني في مشوار الدوري. نقول مبروك للفريق الهلالي ونقول نجران هارد لك. فريق بيعاني يعني حقيقة، كل عارف معاناة فريق نجران، لكن أنت بتقابل فريق كبير ويعني الفريق الهلالي على أرضه ما بين جمهور، ومن الصعب حقيقة أنك تجاري. نقول هارد لك وإن شاء الله المباريات المقبلة فريق النجران يستطيع يعني تحسين الصور اللي ظهر فيها منذ بداية الموسم، والكل عارف الظروف الفريق النجراني وإن شاء الله قادر على تخطيها بإذن الله تعالى بمشيئة الله. فهذا كلام نفس الكلام اللي قاله أستاذ الوائل النجار قبل شوي، إنه فريق الهلال يعتبر فارق في كثير من العناصر، من أهم العناصر اللي هي عناصر اللاعبين كذلك. يعني إذا ما عرفنا اليوم التشكيلة دخل فيها دونيس، قد تكون ترى تشكيلة إما مؤشر على أن دونيس شخص مجنون أو مغامر، أو أنه عارف أن الأدوات اللي قاعد يشتغل فيها مليئة. يعني دخل اليوم بثلاثة ثلاثة ثلاثة واحد، جاب هذا يمين وهذا جابه يسار وهذا جابه، ومع هذا فاز ما شاء الله. يعني يفوز بأي تشكيل. أول شيء النجران شكرا، يعطيكم العافية، تمرون بظروف صعبة، احنا معكم الله يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله في المباريات اللي 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 منافسين معك انت تشد حيلك، ان شاء الله تأدون احسن من المباريات على الاقل اللي شفتها. مباراه الهلال بامان اليوم ما شفتها، مركز على مباراه الاتحاد والشباب، ولكن بتكلم بشكل عام ومن خلال مباراه التعاون اللي هي قياس للفريق الهلالي، لبعض الهلال مو كل الهلال، لانك انت تقول انه ممكن يكون مجنون. هذا افضل مدرب. انا قلت لك خطا او عبت عليه انه مصر على الميدا استمراريته داخل الملعب، ولا مدرب بكل الحالات لا شخصيه قويه امكانيه فنيه، رغم انه بدايه كان 6 شهور تاحت الفرصه للبحث عن مدرب، واذا به يكون المدرب الاول في السعوديه مع قوميز التعاون ومدرب جروس الاهلي، اللي اتمنى لا يفكر الاهلي انه يبعد كما ابعد جيروليم اللي انا احبه مدرب كبير، ولو اتى به الاتحاد انا هنيكم من الان، لان الاتحاد يفكر في جيروليم اذا انت مقدم عليه الله يوفق، لان مدرب راح يعيد اتحاد من جديد. ارجع للهلال، الفريق اللي صراحه ما تقدر تتكلم، ما يختلف عليه الآن، ما في لاعب هلالي لعب كل المباريات، في فرق في أكثر من لاعب شارك كل المباريات، الهلال ما في لاعب شارك في جميع المباريات، معناه قاعد يعمل تدوير للعيبة، ما عنده مشكلة، ما يخشى، وهذه مشكلة لا يجب أن يحسب لها حساب المدرب، لأنه ما يعني مو كثير أنك أنت تستهين بالآخرين، أنك ممكن تتفاجأ بعدين ما تقدر ترجع للمباريات، ولكن هو النتائج قاعدة تمشي معه بالطريقة هذه، لما العمل اللي عمله مع خالد شراحيلي كان عمل جدا موفق لكن النتائج ما اسعفته، اضطر يرجع بسرعه. زين اتكلم عن الهلال قدام التعاون، فريق قوي جدا، في 7 ايام لعب 3 مباريات، لعب 3 مباريات، الجمعه امام الشباب وكانت مباراه قويه جدا، وهي ولعب الشباب الهلال وهي فرص كثيره فاز. امام التعاون كان تحت ضغط وسفر خارج الرياض، راح ورجع وفاز تحت ضغط، ولعبت امام فريق قوي جدا التعاون اللي يشكر على الاداء اللي قدمه، ومن افضل الفرق الى اليوم امام الفتح، ايضا اليوم مع نجران
ثلاث مباريات في ثمانية أيام أو سبع أيام، احسبوها عاد زي ما تبغون. فريق لعب بثلاث يعني النقاد أو يتابع، لا ما تقدر تحطه تشكيلة، ما تعرف من اللعب. اللاعب اللي أنا أشوفه هو مربط الفرس والأهم في الفريق، سجل هدفين اليوم. في الجمعة السابقة قلت أنه تستطيع أن تسيطر على الهلال إذا أبعدت هذا اللاعب عن اللعب، ينزل بديل يعمل فرق، يلعب مباراة ينهي ويطلع. لاعب مميز بكل حالاته، لاعب ليس رأس حربة حقيقي، ولكن الحين هو ينافس على الهداف. ريفاس سجل اليوم بلنتي فرق عنه. الهلال بصراحة قوي جدا، عنده فريق بديل. كنا نتغنى بالنصر الموسم الماضي، كان عنده في الدكة وكان المستوى أو زي ما نقول شاعل، كل من تعطيه فرصة يبدع. الآن الصورة انتقلت كاملة للفريق الهلالي، من يلعب يعني. اليوم الهدف الأول اللي شفناه الآن كنت أتكلم لك عن العيد وإبداعاته وقيمته. درويش أيضا يلعب أوفرات كذا، بس البريك البريك عفوا قلت العيد، البريك مبدع، درويش مبدع، الشهراني مبدع، الزوري مبدع، يعني في أكثر من خانة وكل الخانات تجد، ما عدا الحراسة اللي هي الضعف بس شرحيلي الموجود في الهلال، أصلا في السعودية موجود اليوم لعب اثنين شرحيلي فقط، مع احترامي وتقديري للآخرين لا يوجد الآن حارس في السعودية إلا شرحيلي. لكن الهلال كفريق قوي جدا زي ما قال استاذ وائل. لا معلش وقف اوكي العويس، انا بديت اشك بالعويس قدام الشباب. ولا يهمك تفضل، ولا يهمك، الاسبوع اللي فات ما قصرت، العويس تكلمت عنه حتى مباراه اليوم ترى قبل الجولين، بس قبل الجولين بس المختار والجول الاخير يكفي. العويس كان يلعب قدام الاتحاد، الهلال يكفي قدام الهلال. قلت الهلال لعب امام العويس، يكفي هذه، العويس نجم. وقلت لك انت الان واضح انك انت بديت بترتبهم تحطه قبل شرحيلي ولا لا؟ الان بعد انه لا شرحيلي الاول. انا قلت العويس شد حيلك، انت بدات في مباراه الهلال تكتسب الثقه، ابدعت، رديت كور لا تصد بامانه، التوفيق جزء من ابداع الحارس. طب ليش مباراه اليوم السبب الاول الان واضح انه هو مع فريق، مع احترام لعناصر الشباب، لكن برجع بعزي الكلامي على كلامك اللي تفضلت فيه قبل شوي، في فريق يعني يتقهقر نقول فريق الشباب، بينما عناصر فريق الهلال قاعدين يشيلون. عندك اقل شيء كواك وديقاو وشرحيلي كان كمل المنظومه. طيب والدليل ما تاثر قدام التعاون، لكن العويس قدام التعاون، قدام التعاون ايش سوى شرحيلي يا رجل؟ انا انجنيت وانا اتفرج على رد كور. كنت اتكلم في مباراه، احد مباريات العام للنصر العنزي او قبل العام، كان عنده اتكلم عن رده الفعل. انا ماني مدرب حراس، ولكن شاركت مع زمايس السمر الله يذكره بالخير الحمدان، كنت اتكلم عن رده الفعل الحارس اللي ينقذك سريعة من نهايه المباراه في هجمه ينهي لك بطوله. زين شرحيلي في كوره اللي صوبها ما ادري معليش الاسم ردها، انا قلت ما شاء الله على رده الفعل. رده الفعل اهم ما يميز الحارس. العويس انقذ كره الشمراني برده الفعل اللي احنا نتكلم عنها. العويس انت الان متجه او رايح انت تنافس شرحيلي، الله يوفقك. المكسب اللي انا استفدته او الشباب من مباراه الهلال هو العويس، وبادي انه يصعب المهمه على وليد في العوده. الله يوفقهم اثنينهم. لكن ارجع للهلال واقول لك فريق قوي جدا واضح، تنتظر مثل ما قال من شوي زي مباراه الاهلي. احنا لا نعلم الغيب، لا نعلم الغيب، ولا يزعلون مني الاهلاويين، لا يعلم الغيب ولا يزعلون مني الاهلاويين. حتكون هجمات كثيره على الاهلي، هل سيسجل او لا هذا موضوع ثاني، ولكن لان الهلال كله وسط، لعيبه وسط مليان يا رجل. الاهلي باختصار بيتاثر بالسوم، غياب السوم في بعض الفرق يختارون جدا جدا بيتاثر، ويتاثر مو جدا، جدا 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 راح يتاثر. في المباراه اللي فاتت ترى قدام الفيصلي، عفوا المباراه اللي قدام امس قدام عطني اسمها مين ايش الاهلي امس الاهلي الاهلي امس مباراه فاز 1-0 قدام ماني ضيعت الفريق زين فاز 1-0 سجلوا مهند عسيري هجر كان في ثلاث غيابات من ضمنها بخشوين والمؤشر مع السومه تاثر على الفريق. السومه الحاله فريق كامل، هداف الافضل المحترفين في الكره السعوديه الان، يسجل كرة ثابتة متحركة بالرأس ما شاء الله، لاعب متكامل. طيب قلنا غلطة الشوط العاشر، غلطة الشوط العاشر السومة راح يأثر على الأهلي تأثير، والمستفيد الأكبر الهلال، ولكن الهلال حتى بوجود السومة فريق قوي وقوي جدا. موجودين إن شاء الله الجولة القادمة بأكثر مباراة حماسية، لكنه إذا ما يعني استشهد بنفس الكلام اللي أثروه الضيوف الكرام، فالمباراة القادمة إن شاء الله تعالى الهلال راح يلعب فيها مباراة كلاسيكو حامية الوطيس، مثل ما عبر عنها قبل شوي وائل النجار، قال إن المباراة راح تكون حامية ما بين المتصدر والوصيف. كذلك فريق التعاون تنتظر كذلك مباراة ديربي مهمة
أمام فريق التعاون بمشيئة الله تعالى. المباراة الثالثة التي لعبت هذا اليوم والتي من خلالها وبقية مباريات اختتمت مباريات الجولة العاشرة جمعت ما بين فريق الفتح والتعاون واللي استطاع من خلالها هذا فريق الفتح أن يعطل انتصارات أو تقدم أو طموح نقول فريق التعاون. نطرح وياكم لمشاهدة ملخص المباراة. يسار الشاشة، بسم الله الرحمن الرحيم، تنطلق المباراة الآن أيها الأحبة في كل مكان في هذا اللقاء بين التعاون والفتح. التعاون على يسار الشاشة باللون الأصفر والفتح باللون الأزرق على يمين الشاشة من قبل الحارس فايز سباعي، ولكن على يتحال تعود الكرة للتعاون. وماذا هنالك؟ هنالك خطأ وبطاقة صفراء مباشرة على اللاعب علي البليح. إذن بطاقة صفراء تظهر في وجه اللاعب علي البليح في هذه اللحظات. لم يتبقى سوى دقيقة واحدة أو خلاص انتهى الوقت الأصلي وننتظر الوقت البدء. بطاقة حمراء لعب علي البليهي والكرة إلى الأمام. سلام يا سلام، سلام يا سلام، الهدف الأول لفريق الفتحاوي بالرغم من النكس يسجلون. سلام يعمر بارتفاع الأعلام الزرقاء عاليا. الآن الفتح يتقدم بهدف مقابل لا شيء منذ بداية شوط المباراة الأول. ولاحظ الكرة بالإعادة بالبطيء لعبت من توفيق إلى سلام شاكر بالرقم 5. يسجل الآن من نصيب الفتح. مرتين قبل لاعبي فريق التعاون. عادت الآن إلى اللاعب بدر، يحاول بدر تتخلص الآن فتحاوية. المباراة سريعة وخطأ لمصلحة فريق الفتح. خالد سلوي على طول بطاقة حمراء يطلق حكم اللقاء الصافرة معلنا عن نهاية المباراة. طبعا بعد مباراة هذه الفتح صار بالمرتبة الثامنة مع 13 نقطة صعد بعد مباراة هذه، والتعاون بقي بعدد نقاط 15 نقطة ولكنه في المركز الرابع. أستاذ وائل النجار، مباراة كيف شفتها؟ مباراة كانت حامية وشهدت كثير من الأحداث، شهدت حالتين طرد من الفريقين وشهدت بلنتي كذلك ضاع من إلتون جوزيه. أجمل مباراة الأسبوع بكل أمانة، يعني الكل اللي شاهد المباراة يقول لك ان هذا اجمل مباراة في الاسبوع. الفريقين قدموا مباراة كبيرة، كانت فرص ضايعة ما بين الطرفين، يعني الكل كان متوقع انه التعاون يكسب، لكن تناسى انه الفتح على ارضه يعني فريق صعب جدا حتى امام الفرق الكبيرة، دائما ما يحرج الفرق الكبيرة من الصعوبة يعني بمكان في الاحساء انك تكسب فريق الفتح. اليوم فريق الفتح اعتقد تغلب على ظروفه، دخل الشوط الثاني هو مطرود يعني اللاعب، سجل هدف عن طريق سلام شاكر، اضاع ضربه جزاء يعني المستغربه حقيقه من اللاعب البرازيلي إيلتون اللي دائما هو يعني متخصص في تسجيل ضربات الجزاء لفريق الفتح. لكن حقيقه حتى فريق التعاون يعني قدم مباراه كبيره، لكن هي دائما مباريات الفرق اللي تكون يعني مستوياتها متقاربه مثلا يعني التعاون والفتح دائما تكون مباريات صعبه. نقول مبروك لفريق الفتح اللي عاد لنا يعني جزء بسيط من الفتح اللي يعني شاهدناه في 2012. نقول هارد لك فريق التعاون فريق كبير. واضح انه تاثير مباراه الهلال كانت واضح على اداء لاعبين التعاون في هذه المباراه. الكل عارف انه يعني تقريبا 72 ساعه من مباراه قمه امام الهلال قدم فيها فريق التعاون كل ما لديه في تلك المباراه، لابد انه يعني حيكون لها تاثير في المباراه المقبله وحسس هذا التاثير. نقول هارد لك لفريق التعاون، مبروك لفريق الفتح. ابو يزيد اسمع منك، تتفق معه كانت افضل مباراه الجوله؟ اي صح، اتوقع انه حتى مباراه الهلال ختم فيها الاستاذ فؤاد
انه اقدم كل شيء، هي اثرت على طبعا المجهود العالي. انت تكلمت لك تو الهلال ولعب بعده اسماء، التعاون هم نفسهم اللي لعبوا ضد الهلال اليوم لعبوا، التعاون يمتلك يعني يستاهل الفريق التاسع، الفتح لعب مع الثالث، كان اتمنى من التعاون انك انت تستغل فرصه انك وصلت الثالث وتعض على المركز هذا وتحاول تنافس او تضغط على الاهلي كثير عشان انت ما تريح الاهلي. انت اليوم فرطت او قرب لك الاتحاد، قرب لك يعني انت عفوا الاتحاد طلع، كان مفترض بعد الاداء المجهود العالي جدا امام الهلال انك انت تكمل. ايضا الاحترام للفريق كنت اتمنى، انا ما ابغى اظلم لعيبه التعاون، لكن يجب انك انت تحترم الفتح، مو لانك انت مقدم مستوى عالي وهو في التاسع انك انت تلعب بثقه عاليه. ربما بعض اللاعبين ينسى نفسه ويثق اكثر من اللازم ويتفاجأ، خصوصا الهدف جاء بعد الطرد. تصور افضل وقت بدايه الشوط الثاني في دقيقه 47، انا بعد الطرد صراحه قلت المباراه خلاص راحت للتعاون، رغم ان الفتح حصلت له هجمتين اهداف مو فرص، اللي هي كره حمدان وكره ابو حيمد، اللي بالمناسبه هذا المساء لاول مره حسب المباريات اللي تابعتها للفتح كان هو مع حجر وشفته، لكن مع الفتح لاول مره ارى ابو حيمد يقدم مستوى عالي، رغم انه تشاد مع بدر خميس كان ما ودي يحصل هذا الموقف، ولكن لقطه محزنه صراحه جدا. لكن ابو حيمد اليوم افضل لاعبين الفتح، قدم مباراه كبيره وكان الضغط طوال المباراه، حتى التم بدا يميل من عند جهه كامل المر اللي شكل عليه ضغط كثير الفتح واستغلوه كثير، حتى الاوفرات كانت من عنده. يعني التعاون اللي انا شفته في اكثر من مباراه واللي احنا اثنين عليه اليوم توارى امام الفتح، زي ما قلت لك لعبت وانت ناقص، يمكن الثقه ازدادت عند لاعبين التعاون، وانا كمشاهد توقعت يفوز، فما بالك اللاعب داخل الملعب انه اكيد اخذ راحه اكثر وثقه اكثر بعد الطرد اني ممكن اتفوق على الفتح. ولكن قلت لك الهدف في الدقيقه 47 انت كذا تتعب اي فريق، لاني توقعت نصيف البياوي على طول بعد الهدف حيصعب المهمه على التعاون، وهذا اللي حصل، لانك انت اصلا راح تلعب على التعادل، فريق الفتح حتقفل ملعبك عشان لا يسجل عليك التعاون هدف، فما بالك انت سجلت هدف، ضغط قفل اكثر التعاون، وبالعكس صار المرتدات اللي يلعب عليها اكثر الفتح، كان ممكن يسجل اهداف اكثر، لكن انتهت المباراه في النهايه هدف. بالمناسبه التعاون يمتلك لعيبه ما شاء الله كلهم احنا عارفين استعبوا، هو نفس العناصر، لا لا عنده ذكاء احتياط كويس، اقصد لاعبين وانا اشوفهم اليوم من الاتحاد من النصر، اللعيبه كلهم شاركوا لديهم الخبره ولديهم مدرب، قلت لك ثاني مدرب بالنسبه لي، الاول انا ارى زي ما قلت لك لاعب مدرب الهلال، الثاني هو قمز. اتمنى انك انت ان شاء الله المباراه الجايه تغير وتستعيد نغمة الفوز، لأنك أنت يجب أنك أنت تكمل. الرائد قبل 3 سنوات أسعدنا أو 4 سنوات بمستويات عالية، أنت التعاون الآن عندك فرصة على الأقل تلعب على البطولة الأسيوية، أنك أنت تأخذ مركز متقدم أنك تلعب عليه. المنافسة التعاون شكرا أنتم جيدين، لكن صعب أنك تنافس الهلال بالتوفيق لهم، ما تستطيع، الله يوفقهم، وصورة يقدمها لنا التعاون على الأقل إلى اليوم، صورة يقدمها لنا التعاون بشكل حلو، وسعيد بالتعاون هذه السنة ونتمنى له حظ اوفر إن لم يكن لا سمح الله في دوري عبد اللطيف جميل، واحنا نتمنى له تكون حظ وحظ مهمه جدا في دوري عبد اللطيف جميل، ان كان في مركز متقدم او كذلك ان يحرز حتى بطوله الدوري، نتمنى له التوفيق. لم اذا يستطيع ان يحقق اي يعني انجازات في دوري عبد اللطيف جميل، عبد اللطيف جميل ان يحققها في اي استحقاق اخر محلي او خارجي. المباراة الرابعة التي من خلالها كذلك اختتمت اعزائي المشاهدين الكرام الجولة العاشرة في هذا المساء، فقد غرق اذا فريق الفيصلي بامواج الخليج بنتيجة 2-1. نطرح معكم مشاهدة ملخص المباراة، نرجع بعدها للتعليق. واليوم يبدأ كحكم ساحة لهذه المباراة ومباراة الخليج والفيصلي محدثكم ماجد سود واصفا ومعلقا على هذه المواجهة. قد ينصف إن كان الخليج وإن كان الفيصلي ركلة جزاء، الهدف التاريخي حسين جول ممكن، والهدف جول للخليج، الخليج يسجل، حسين التركي الهدف التاريخي. يمكن ما مرت دقيقتين عن ركلة الجزاء الخلجوية بهدف الآن بالبو الغيني يسجل ويحرز التعديل، يحرز التعديل، لكن الكرة والإبعاد يأتي الآن، محاولة إلى طلال مجرشي، طلال الآن يسدد في محاولة في كرة في عرضية وهدف، هدف جميل، هدف رائع، هدف مميز،
جلال قادري مع فرحة نزيه النصر، مع فرحة نزيه النصر يدخل. قبل الحديث حول وسماع تعليقات الضيوف حول هذه المباراة، نطلع وياكم أعزائي المشاهدين ملخص لمشاهدة تقرير عدو الزملاء فيما يتعلق بردة فعل جماهير الأهلي ونادي هجر في المباراة التي أقيمت يوم أمس. الله يبارك فيك. كيف شفت الأهلي اليوم؟ والله مستوى تعبان، بس فيه غيابات زي عمر زي مؤشر، بس مع ذلك أنه ما تلعب قدام فريق، يعني معلش يقول فرق صغار، ما تلعب مهاجم واحد، أبدأ قروس مهاجمين. أثر غياب السوم اليوم؟ أكيد أثر على الدوري كامل مو على الفريق. أنا عندي بس كلمتين خارج على المباراة، إحنا تعبنا نضحك عن بعض، أقسم بالله سنتين راحت على الفاضي، جروس قاعد يضحك علينا، يعني إحنا ما نش بالضبط؟ إحنا ما نفهم كورة صح؟ طيب ليش تستبعد باخ شوي؟ أنا أخسر نقاط من هجر عشان أجهز للهلال، هي كؤوس، هي ما أدري كيف يفهم، أنا أخذ نقاط من هجر بعدين أفكر إذا أبغى الدوري أقابل كل فريق المباراة وجهز لعيبتي، خلاص اريح باخ شوين عشان مباراة الهلال، هذا مو اسلوب. فوز مهم مهم رغم انه جاء يعني بأقل مجهود ومستوى صراحة مستوى لك عليه، بس يعتبر فوز مهم، يعني عشان تحصل الدوري اهم شيء عندك 3 نقاط، والمستوى ان شاء الله يتصاعد، وان شاء الله الاخطاء ان شاء الله نتفاداها ان شاء الله في المباراة القادمة ان شاء الله ونشتغل عليها. كم عضية اليوم جتنا، سجلنا هدف واحد يمكن من فوق 35 عرضية. يعني شايف انه الأظهرة ما هي قايمة في دورها؟ ما هي دور أظهرة، أنت قاعد تلعب كم 60 مباراة تلعب على أجنحة؟ 60 مباراة أنت قاعد تلعب على أجنحة؟ اليوم قفل عليك على أجنحة خلاص أنت انتهيت، الفيصل اللي قبلها كمان. أول شيء الحمد لله على الفوز، هذا أول شيء، 3 نقاط يعني تكمل مسيرتنا في الفوز بإذن الله. كابتن فهد المولد ضاق علينا الوقت لكن بأقل من دقيقة. فهد الكلثة مبرشت علي بس تستحق المباراة هذه، لأن عقب مسهينا شوي لأنه الوقت ضيق علينا بأقل من دقيقة. الفيصلي إذا غرق بأمواج الخليج بنتيجة 2-1. الفيصلي ترى كان جالس هنا للأهلي مباراة الجولة اللي قبل الماضية وتعادل مع 1-1، اليوم مع منافس طموح مثله انهزم منه. لما تقول جالس الأهلي كذا، دائما لما تلعب مع فريق الأقل يجب أنك أنت في أول ثلث أو نص ساعة تنهي الأمور عشان هو يسلم لك الملعب يعطيك المباراة. كل ما تعطي للفريق الأقل فرصة تزداد الثقة ويزعجك زي ما أزعج الفيصلي، ويستاهل أنه تعادل في النهاية مع الأهلي. اليوم مع الخليج اتضح لي، أنا ما شفت المباراة كان بس قلت لك كنت أشوف البعض، اتضح أن السبعة اللي من الهلال هي دليل على قوة الهلال. الخليج يستاهل الفوز، هارد لك الفيصلي، انت فريق قادر تعود في مراكز او كما عودتنا في السنوات السابقه. واستاذ وائل النجار اسمع منك باقل من دقيقه 40 ثانيه لو سمحت. الخليج يستحق الفوز، الخليج دائما امام الفرق اللي قريبه من مستواه يكسب دائما سواء على ارضه او خارج ارضه، هذا الفريق اللي تحترمه. الفيصلي على العكس، الفيصلي يعني مع الفرق اللي قريبه من مستواه يخسر نقاط سواء بالتعادل او بالخساره، لكن امام الفرق الكبيره يا يعني يحرج لك الفرق الكبيره على ارضها مثل ما واجه النصر واجه الاهلي كسب الاتحاد على ارضه. نقول مبروك لفريق الخليج، نقول هارد لك لفريق الفيصلي. اشكرك استاذ وائل النجار على حضورك معنا في حلقه هذا المساء من برنامج ملعب. شكر لك أخوي علي، والشكر موصول للكابتن فهد جميع مشاهدينا الكرام. الشكر بالضبط موصول ويمتد للكابتن واللاعب السابق لنادي الشباب والمنتخب السعودي الكابتن فهد الكاتم. شكرا لك على حضورك معنا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، شكرا للمشاهدين. شكرا يمتد لكم أنتم كذلك إذا أعزائي المشاهدين الكرام على حسن المتابعة. هذه تحيات زملائي في إعداد وإخراج وتقديم باسمي أنا فضلا أو باسم عن جميع زملائي في حلقة هذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة، موعدنا بإذن الله تعالى يتجدد في حلقة يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله.